نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الكوانتيفيكيشن في برنامج النفس وركس. دلوقتي النفس وركس زي ما انتم ملاحظين بيجمع فيه المعماري والإنشائي والكهروميكانيكال وبيجمع فيه الموقع العام، يعني كل حاجة بتتجمع في الآخر. ممكن تكون انت عامل حاجة بتكلة وعامل حاجة بالريفت وعامل حاجة تانية بالأرشكاد، وكل دول عايز تعمل لهم مثلا حل الكلاشات أو حل التعارضات كلاش ديتكتيف، فبتجيبهم لنفس وركس مفيش مشكلة. ممكن تكون نفس الفكرة عايز تعمل مثلا الحصر، كلهم ممكن تقدر تعمل فيهم حصر. عايز تعمل سيموليشن، كلهم بتجمعوا مع بعض فتقدر تعمل سيموليشن بالمشروع كله مش بجزء معين، لان ممكن واحد مثلا يكون محتاج تكلة في حاجة، يعني المبنى بتاعه الانشاء بتاعه ستيل فشايف ان هو هيتعمل بتكلة فتعمل تكلة. طب ازاي بقى اقرب من الحاجات ديت؟ فبما ان كله بيتجمع هنا عشان نحل الكلاشات وعشان نعمل سيموليشن، بينا نعمل بالمره الحصر او معرفه الوحدات. فواحد يقول لي احنا بنعمل حصر في ريفت، اقول له جميل جدا، ممكن تعمله في اي برنامج، اي برنامج مدام بيم يبقى عارف ان العنصر دوت نوعه ايه فيقدر يعمل حصر. بس الحاجه الاضافيه في الكوانتيفيكيشن بنفس وركس ان انت بتحدد الاجزاء اللي موجوده في العنصر دوت، يعني الحيطه دي فيها قد ايه خامات مثلا، او ايه العنصر اللي احنا نستخدمها، او ممكن اروح ضربها في رقم. انا عارف ان مثلا الحاجه دي عشان في الحصر نضرب في بوينت 2 مثلا عشان نحصر حاجه تانية، فبيديني امكانيات اكتر. لو حاولت اعملها باي برنامج تاني مثلا زي الريفت واعملها في جداول هتاخد مني شغل كتير عشان اظبطها، فهنا بتبقى معايا جاهزه شويه. طيب لو انا دلوقتي عايز ابدا اعمل حصر، اجي هنا اقول له كوانتيفيكيشن، هلاقي الشريط ده ظهر لي، الجزء ده ظهر لي. ودي الحاجات الكويسه من في النفس وركس، ان انا بلاقي عندي زرار بسيطه، مجرد ان اختار كلاش ديتكتيف تظهر قدامي، مش عايزها بشيلها خالص. التايم لاينر بتلاقي بدا يظهر معايا، يعني في اجزاء كتير جدا موجوده مختفيه عشان ما ترخمنيش. مجرد ان انا عايزها باجي هنا في التولز اقول له انا عايز مثلا الانيميتور، عايز الريندر، عايز التايم لاينر. فدي من الحاجات الكويسة ان هو بيحاول يسهل على الشغل، فاقول له انا عايز اعمل حصر. تمام، هتلاقي اثناء واحنا بنشرح ان نفس الشرح دوت قريب جدا من شرح بتاع برنامج اوتوديسك كوانتيتي تيك اوف. البرنامج ده كان متخصص في الحصر وكان فيه مزايا حلوة جدا ان هو بيحصر 2 دي وال 3 دي وبيحصر الحاجات اللي هي بتاعت البيت. جه في 2013 كان اخر اصدار كوانتيك اوف. تمام، في 2014 لقينا برنامج كوانتيك اوف ما نزلش، قعدنا نستناه ما نزلش، لقينا النفس وركس بداوا يضيفوا فيه موضوع الحصر. دي خطوه كويسه بس كان بيحصر ال 3 دي بس. الخطوه اللي بعد كده في 2015 بقى يحصر ال 2 دي وال 3 دي، اضافوا ادوات تسهل عليا ان انا احصر حاجه من الاوتوكاد او حاجه من البي دي اف. في تولز بنسطبها من لو دخلت على موقع النت بتاع اوتوديسك ابلكيشنز بتلاقي فيها ده اسمها بي دي اف، نفس وركس دي بنزلها بتضاف هنا في التول ادنس، بتسهل عليا ان انا احط البي دي اف وان انا ابدا اشتغل عليه. تمام، طيب هاجي هنا اقول له بروجكت سيت اب، بيجيب لي رساله. الرساله دي معناها ايه؟ الرساله دي بسيطه جدا، بيقول لي هل انت عايز اشرح لك، يعني اديك شويه معلومات عن موضوع الحصر في برنامج نفس وركس، لان هي الحاجه دي مضافه جديده. فممكن تقول له اه وتبدا تقرا شويه المعلومات. طبعا مش هفتحها ونقعد نضيع وقتنا في ان احنا نقراها، لا لو انت عايز في اي وقت بس على الاقل مره كده تقرا فيها. تمام، ممكن تقول له فكرني بعد كده، او ممكن تقول له انا مش عايز منك معلومات، انا من النوع اللي بيحب ايه يرمي نفسه في البحر وتعلم العوم. اقول له ايه؟ رماند ميلتر. انا عن نفسي اختار رماند ميلتر. بيقول لي اختار الكتالوج. ايه الكتالوج دوت؟ الكتالوج ده عباره عن ايه العناصر اللي انت عايز تحصرها، انت عايز تنظمهم في اي شكل. في ممكن واحد يقول لي انا هحصر حيطان بس، اعمل خانه كده للحوايط وخانه ثانيه للاعمده وخانه ثانيه مثلا الدكتور بتاع التكييف. واحد يقول لا انا بحصر بطريقه ثانيه، انا عايز احصر الفينشنج، عايز احصر عندي كذا نوع من انواع الحوايط، عايز احط كل واحده لوحدها. تمام، فكل واحد
وطريقته، ما فيش مشكلة خالص. ممكن واحد يبدأ بنان ويبدأ هو ينشئ الكاتيجوري مع نفسه، ونشوف ازاي نسيف في الكاتيجوري دوت. يعني بعد ما تعمله وتحدث فيه، يعني ممكن انت عملت اشتغلت مثلا بدايه لو سي اس اي 48، بعد ما خلصت خالص وعدلت فيه وضفت وشلت وكل حاجه تروح مسيفه، تمام. ممكن تقول له براوز تو كاتالوج، لو انت في اي كاتالوج معاك منزله من على النت او سرقه من واحد صاحبك او انت عامله بنفسك، خلاص ممكن تبدا تفتحه وتشغل عادي، تمام. خلينا نشغل بسي اس اي 48، اقول له نيكست. بيقول لي طب انت عايز تشتغل باني وحدات، الامبريال تمام ولا المتريك ولا فاريبل، كل حاجه زي ما هي، تمام. هقول له انا عايز المتريك. طيب خلينا متريك، ما اختلفناش، بس انت عايز بالمتر ولا بالكيلو ولا بايه بالظبط ولا بسنتي؟ خلاص تبدا تشوف انت هتحصر بايه، وقول له نيكست. بيقول لي تمام كل ما عملت زي الفل، قول له فينش. خلاص كده الجدول هو جاهز للحصر. هتلاقي ان هو عمل لي مثلا ده الكونكريت، ده الماسونري، ده الميتال، ده الاوبننج، تمام. كل العناصر اللي احنا محتاجينها موجوده هنا، ماشي. طيب مثلا لو انا احصر كونكريت اثبت دي شويه، تمام، ممكن نروح معلم على الحاجات اللي هي عايز احصرها، زي مثلا العمود ده مثلا. كل مشروع هيختلف حسب الحاجات اللي عندك، تبدا تحدد الحاجه اللي انت عايز تحصرها، تمام. لو علمت على الحاجه وعايز تشيلها بتروح تسعى عليها تاني، تمام. مثلا فرض ان انا عملت سيلكت على الاجزاء ديت، اي اجزاء انت عايزها مش مشكله فيها، تمام. انا عملت دول وعايز احطهم هنا في الكونكريت، ممكن اجي هنا واروح ده سراب كليك واقول في الكونتيفيكيشن اعملها توك اوف كونكريت. هلاقي حط لي العناصر دي كلها في الكونكريت. الكونكريت كان واخد 0.3، فكل عناصر بعد كده هتبقى 0.3.1 0.3.2، وهنا هتلاقيه هو حطها، حط لي العدد بتاعهم دول كام عنصر، تمام. ده مثلا فيها عنصرين، ده فيه عنصر، ده فيه عنصر واحد، الفوليوم بتاعه هوت، تمام. حسب العنصر نفسه هو بيتعمل في الريفت حطينا فيه معلومات ولا ما حطيناش فيه معلومات. طيب خلينا نحصر الحوايط، خلينا نعمل سيلكت كده الحوايط. طبعا في طرق كتيره للسيلكت هنبدا نشوفها مع بعض، تمام. اجي ممكن اجي هنا واعمل سيلكت من هنا، تمام. وادوس هنا رايت كليك واقول له كوانتيفيكيشن. ممكن لو انا عايز احصر الحوايط ان انا اعمل عليها سيلكت كده بالظبط ديت، او حاجه ثانيه ان انا اجي من سيلكت واقول له انا عايز الحوايط ديت، وليكن مثلا الوول ديت، وادوس على رايت كليك واقول له كوانتيفيكيشن واقول له تيك اوف، تمام. الاقي ان هو عمل لي عنصر اسمه وول وبدا يحط فيه الوول زي ما احنا شايفين، تمام. ممكن نجي هنا فول نبدا نشوف ايه البيزك وول، ايه العناصر الموجوده. فبلاقي هنا حاطط لي الويتس قد ايه والسكنس قد ايه، الاريا بتاعتهم قد ايه، الكميه بتاعتهم قد ايه، 20، تمام. فدي كده بدا بقى يحصر حاجات. ممكن اعمل سيلكت على المبنى كله واقول له احصره لي كله مره واحده، هو بقى يبدا يحصر المبنى كله مرة واحدة، بدل الشغل اللي احنا كنا بنعمله واحدة واحدة، لا مرة واحدة عمل حصر للمبنى كله، تمام. دي طريقة، ولو انت بعد كده عايز تعدل فيها تعدل، يعني ممكن تروح انت قايل له لا ده انا عايز ازود انقص دي عايز الغيها، وممكن تيجي هنا مثلا تقول له خلينا نختار مثلا الول، ده الفريمنج مثلا، الطول ده انت حاسس ان الطول دوت لازم اعمل حسابي ان انا ازود مثلا شويه، عايز تسرق مش تسرق، عايز تعمل حسابك ان في حاجه هتبوظ منك اثناء الهدر، يعني اقول له اضربها لي في 1.2، تمام. طيب ممكن دي برضو تبدا تعمل حسابك في ايش، ايه الحاجه اللي هي احتمال انت عايز تغيرها، تمام. تقدر تعمل معادلات، يعني ممكن تعمل الموديل ويتس دي في 5 في 6، تمام.
ولو طلع لك حاجة بقسم يعني. ماشي. طيب دلوقتي لو انا حضرت حاجات وعايز اتاكد ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود، عندي هنا زرار اسمه هايد تيك اوف، يعني اخفي لي كل الحاجات اللي حصلت، كل الحاجات حصلت تمام. ده بيفيدني ان انا ممكن اكون نسيت حاجه اثناء الحصر، فاقول له هايد تيك اوف، وبعد كده اقول له شو تيك اوف، يبدا يظهر لي كل الشغل اللي اتعمل له حصر عشان انظم واعرف ايه اللي اتحصر وايه اللي ما اتحصرش. تمام. لو انت عايز تضيف حاجه ممكن اقول له، لو انا معلم على حاجات ممكن اجي هنا واروح قايل له ايه تيك اوف سيلكت موديل ايتم، ضيف لي الحاجات اللي اتعمل لها سيلكت. هنا اقول له نيو فيرتشوال تيك اوف، يعني اعمل لي حصر حاجه مش موجوده اصلا، يعني بفرض ان انت عملت مثلا حمام السباحه وعايز تحاسب الراجل على 3، تمام، في الريفت والارشيكات مش هينفع. هنا تقدر تقلب رزقك وتروح قايل له انا عامل حمام صغير وبتاع وكده وتضيف كنترول. تمام. انا اقدر اضيف حاجه مش موجوده، تو ربنا محدش، انا بقول الكلام ده بهزار، محدش يقعد يسرف في الشغل، ربنا مش هيبارك لك في الحاجات دي. تمام. هي دي مجرد بس لو في حاجه مثلا اتفقتوا عليها ولسه ما اتعملتش بس هتتعمل والراجل هيحاسبك عليها، ولو الراجل ما حاسبكش عليها ربنا هيحاسبك عليها. تمام. طيب بعد كده ايه اللي انا ممكن اعمله؟ ممكن اقول له انا عايز الريسورس كاتيجوري، دي الحاجه العناصر اللي هي موجوده هنا. تمام. دي التفصيل بتاعتها، يعني مثلا الايتم دوت في اجزاء موجوده جواه، يعني مثلا الحيطه فيها مثلا القوالب الطوب، في اسمنت، في رمل، في عناصر جواه، فانا ببدا احط العناصر دي هنا. تمام. يعني ممكن اقول له نيو جروب لتنظيم الشغل مثلا، اقول له مثلا وول. تمام. ايه العناصر اللي جوه الوول ديت؟ نيو ريسورسز، وابدا احط العناصر اللي انا شايفها موجوده في قلب الوول، مثلا ساند، مثلا اي حاجه. طبعا كل واحد حسب اللي هو شغال فيه، يعني لو واحد شغال تكييف هيبدا يشوف ايه العناصر اللي موجوده عنده في قلب الصاج، في قلب الحاجات ديت، احط العناصر دي موجوده. لو انا عايز اضيف العناصر دي للعنصر دوت، تمام، نركز دوت الجزء ده خاص بالعناصر الموجوده في قلب الموديل، ده خاص بالاجزاء اللي بيتكون منها العمود، او بيكون منها الحيطه، او بيكون منها المكنه. اعلم على العناصر ديت. تمام. واروح اقوم معلم على العنصر دوت، واروح داس رايت كليك واقول له اد تو سيلكت كاتالوج ايتم. تمام. فبقى العنصر دوت تحتيه العنصرين دول، العنصر ده الاساسي اللي انا بشوفه وانا ماشي، يعني ممكن يكون مثلا ده مثلا باب، فالباب بيتكون من ايه؟ بيتكون من باب، بيتكون من الاكره، بيتكون من الحاجات اللي هي الهاردوير المفاصل، بيتكون من القفل، الحاجات اللي هي بتكون من الباب، العدسه اللي بتخلينا نشوف الراجل اللي بره وهو ما شفنيش، كل الحاجات دي اقدر احط العنصر دي هنا بحيث انها تطلع معايا في قلب الحصر. تمام. اتمنى ما اكونش سريع في الشرح، والمشكله بس ان النفس وركس احنا بنشرحه للناس كلها، المعماري والانشائي والكهروميكانيكال، فما نحاولش نركز على واحده فيهم على اساس الناس ما تتوش مننا. ماشي. طيب بفرض ان انا خلصت الحصر بتاعي وعايز اصدر الجدول دوت، فباجي هنا اخر زرار بلاقي امبورت كاتالوج، لو انا عايز اشغل بكاتالوج جديد، اكسبورت كاتالوج تو اكس ام ال، ده لو انا عايز اعمل كاتالوج استخدمه بعد كده، سمي لي اي اسم انت عايزه، ولما تيجي تفتح ممكن تشتغل بيه باي مشروع تاني، اللي هي التصنيفات. لاحظ ان احنا في تصنيفات جديده تظهر معانا بعد كده. تمام. ممكن اصدر الحصر نفسه لجدول اكسل. تمام. خلاص ده جدول اكسل موجود فيه تفاصيل كلها في المشروع كله كده، احنا خلصنا جدول الحصر اللي احنا المفروض هنسلمه للعميل بتاعنا او المقاول او الاستشاري او اي حد انت عايز تسلمه الجدول الاكسل دوت، حصر كامل للمبنى، وتقدر تضيف حاجه لسه ما اتنفذتش، بس حاول تدي ربنا كده تديها لون كده عشان ايه ما تاخدش حاجه مش حقك. تمام. طيب ممكن تصدر جزء معين، يعني تعمل سيلكت على عناصر معينه. تمام. وتقول له دي انا عايز اصدرها بس، الباقي لسه ما خلصناش في شغل. تمام. ده الجزء الخاص بالحصر، وسهل وبسيط، اظن ما فيهوش اي مشاكل خالص، وسهل ان احنا نشتغل فيه. طيب لو انا عايز احصر حاجه
2 دي تمام، بلا عند الادوات هيت اللي هي ايه، ان انا ارسم بول لاين، ان انا ارسم لاين، ان انا ارسم اريا، الحاجات دي. طيب الحاجات دي هتظهر معايا ازاي؟ لازم يبقى فيه الملف اوتوكاد. طيب خلينا ممكن نشتغل الملف دوت ونختار العناصر خصوصا اللخبطه، او ممكن نفتح مشروع جديد مفيش مشكله. خلينا نفتح مشروع جديد، اقول له ابنت وادور على لوحه اوتوكاد دي دبليو جي تمام، او دي اكس اف، اي حاجه. بعد ما شفنا ازاي نعمل حصر على حاجه 3 دي، تعال نشوف ازاي نعمل حصر على حاجه 2 دي. اولا هاجي هنا واقول له انا عايز افتح نيو، او اكون انا فاتح ملف نيو واقول له ابنت، واروح مختار ملف مثلا لا اما دي دبليو اف، لا اما دي دبليو جي، لا اما دي اكس اف، يعني حاجه كنت دي. وزي ما قلنا في تولز موجوده بتخليك تفصل برضو من حاجه البي دي اف. اقول له انا عايز افتح دي دبليو اف، فتح الملف دوت. ممكن يكون معايا ملفات كتيره اقدر اتحكم فيها وافتح واقفل من البروجكت براوزر اللي هو تحت دوت، بدوس عليه بيظهر لي لو في كذا ملف هيظهروا معايا، واقدر اقفل اي واحد فيهم وافتح اي واحد فيهم زي ما انا عايز. اقول له اوبن ديليت ميرج زي ما انا عايز. ده بروجكت براوزر لو انا فاتح كذا لوحه في نفس الوقت. طيب انا عايز احصر هنا الملف 2 دي، اعمل ايه؟ اجي هنا من بروجكت سيت اب واختار الكتالوج زي ما شفنا قبل كده، اقول له نكست، اختار الحاجه اللي انا احصر بيها ماتيريال ولا امبريال، اقول له فينش. الاقي الحاجات دي بدات تتفاعل معايا. ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي اللي مثلا لو انا عايز احصر بالبول لاين او كويك لاين، او عايز احصر اريا، او عايز احصر بيك اوت نقط تمام. اقول مثلا عايز احصر بول لاين، فتلاقي كان انت بترسم بول لاين عادي تمام، بس حدد انت عايز تحط البول لاين ده في انهي حته، وليكن مثلا في الكونكريت، وابدا احصر بالبول لاين الاماكن اللي انا عايز احصرها، وليكن مثلا المنطقه ديت تمام. هتلاقي هنا جاب لي اللينس بتاعي المسافه بتاعت قد ايه، وسهل ان انا اجي هنا اقول له اعمل حسابك مثلا في 1.3 تمام، لما تيجي تحصر اللينس بتاعي او المسافه بتاعتي تمام. ممكن عايز تحصر مثلا حاجه بالكويك لاين تمام، اجي كده واعلم على اي لاين انا عايزه، فيبدا يحصر لي الحاجات اللي انا عايز احصرها اللاين تمام. ممكن اقول له انا عايز اعمل كده، ابدا احصر الخطوط بتاعتي. ممكن اقول له انا عايز احصر اريا تمام، ابدا احصر اريا بتاعتي، وليكن مثلا اريا هنا تمام، اريا، وابدا احصر اريا بتاعتي. ولما اخلص خالص ممكن اروح دايس دلوقتي كليك عشان اخرج من عمل الاريا. اقول له انا عايز احصر اريا، تعال اروح احصر اريا كمان مثلا ديت، اقول له هنا وهنا ده الاريا بتاعتي تمام. وبعد كده دايس كليك اخرج من حصر الاريا، بقى عمل لي الاريا اللي انا عايزها تمام. لما اخلص خالص ممكن اقول له صدر لي الموضوع ده كله للاكسل. من هنا هقول له اكسبورت كونفيجريشن تو اكسل، وراح مسيف الحصر بتاعي تمام. فالموضوع بسيط جدا ان انت تحصر 2 دي او 3 دي.